السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على المشروع تاع ميناء الحمدانية. بما انه هذه الايام الاخيره هذه والاشهر الاخيره يعني المعلومات عن المشروع هذا يعني شحيحه جدا. لاحظت انه فيه صور جديده نتاع نوفل ميزاجور، صور جديده نتاع جوجل ارت. نروح نشوف المشروع هذا يعني عبر جوجل ارت، وهنا شو نكتبوا حمدانية، ميناء الحمدانية شرشال، ونروح للمنطقة هذه تاع شرشال نشوف واش جديد اللي كاين. اذا هنايا رانا في الشاطئ تاع شرشال تاع الحمدانية، وهنا نلاحظ الميناء لا باز في قاعدة الحياة القديمة نتاع المشروع نتاع الميناء تاع الحمدانية. نشوف لي يعني المعدات والشاحنات، هذه قديمة هذه القاعدة، ولاحظ انه فيه قاعدة جديدة راهي قيد الانشاء مش بعيدة عليها هنا في المنطقة هذه. شاهد انه فيه قاعدة جديدة راهي قيد الانشاء. اذا المشروع راه يمشي بالوتيره نتاعو، يعني الوتيره ماهيش يعني كبيره، لكن فيه قاعده تاع الحياه. ونشوف الطول ديالو، كي نقيس الطول تاعو فيها حوالي 500 متر. الطول تاع القاعده هذه حوالي 500 متر. نشوف هنا عندنا حوالي 500 متر. إذن هذا شيء إيجابي بالنسبة للمشروع، يعني بأن المشروع ما راهش ميت، حتى والبطيئة يعني الوتيرة راهي ضعيفة، لكن فيه مراحل جديدة. ونعاود نولي إلى سنة 2021، نشوف أنه عام من قبل في الشهر الثالث نتاع 2021 ما كان كاين والو. هنا رانا في 2001، هنا في الشهر الثالث نتاع 2021 نلاحظ بانه ما كانش هذيك القاعدة تاع الحياة لا باز في غير موجودة. كي نرجع الشهر الثالث 2021، إذا فيه إشغال. هنا رانا في الشهر الأول نتاع 2022، نشوف فيه اشغال نتاع القاعدة جديدة تبنات. وهذا شيء ايجابي، يعني بان المشروع مازال راه ماشي راه يمشي. اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.